الآن ويانا طبعاً عندنا راح نسوي مثل المناظرة عباس الطائي اللي أخذناه الأسبوع الماضي، وهو ناشط تم اعتقاله من ساحة التحرير أثناء بث الفيديو انذكر اسم أبو عراق. أبو عراق عباس الطائي يتهمه بأنه هو المسؤول عن خطفه، ولأنه حق الرد مكفول عندنا جبنا أبو عراق، وكما طلب أنه يطلع ويانا أبو عراق اتصلنا به وراح يطلع ويانا أيضا في مناظرة مع عباس الطائي. عباس مرحبا بك. مرحبا بك، أهلا وسهلا، أهلا بك أستاذ، حياك الله عباس. عباس، أبو عراق اعتراض على الحلقة اللي بثيناها ذاك الأسبوع وقال أنا ما لي علاقة، أنا ما اتهمت أحد، أنا ما اعتقلت أحد، وأنا بريء من هاي التهم. أستاذي أنا أتساءل، يعني إذا كان بريء من هذه التهم، لماذا بالنسبة لأبو عراق؟ العراق أنت جيت بشهر 11 حماية التيار الصدري طبعا متفقين. منو اللي شكل له عصابة تحت اللجنة الأمنية؟ منو اللي قوّمت في المتظاهرين وأنت ولماذا القوات الأمنية ما سمعت انت؟ زين. عباس بلا زحمة، لو بس شوية تقرب السماعة على أثناء ما تحكي حتى يجي الصوت زين. بس أوكي الصوت؟ زين تفضل. إذا أنت كنت جزء من المتظاهرين وليس تابع للمتظاهرين، ماذا القوات الأمنية دائما تطمعنا إحنا المتظاهرين في العراق؟ السؤال الثالث اللي العراق ليش دائما لو يتعرض الى زين. بين ما يتصلح الصوت عباس طائي خليني انتقل الى ابو عراق. ابو عراق تسمعني؟ سمعك استاذ، شلونك حبيبي؟ هلا بيك، شرف بيكم قناتكم يا هلا بيك يا هلا بيك. ابو عراق انت طلبت الرد ومن حقك نضمن لك ردك في البرنامج. انا تمام، انا راح اعطيك لذلك انا قبل ما تبدا ابو عراق، قبل ما تبدا ابو عراق، احنا لما تحدثنا مع المتظاهرين يعني ذكر اسمك اكثر من مره. عباس الطائي قال هو خطفني بالبث المباشر وشفناه انه انت منصاح عليك صديقك واجيت وحكيت وياه بطريقه يعني نتر حكيت وياه. لما حكى صلاح ايضا قال انت، المسعف ريم قالت انت، فلك حق الرد تفضل. تمام حبيبي استاذ، شلون قلبي؟ انا تم تكليفي من قبل المتظاهرين لدزيت المقطع للمراسل عندكم استاذ علي، وهم الناس الشرفاء الوطنيين اللي تحت التحرير. تم اختياري بمضيف الشيخ علي مذكور اللامي تحت التحرير قبل تنفتح الساحه، قبل دخول القوات الى تحت التحرير. تم تكليفي مسؤول لجنه امنيه وياي حددوا اشخاص من المتظاهرين، ناس شرفاء وطنيين، قالوا سلم العصابات الجماعة الكريستال والرمان والمسدسات إلى القوات الأمنية. هذا ضمن واجبي وضمن مهمتي أنا. تم تكليفي من ساحة التحرير من المتظاهرين، والمقطع يما كان جزيت لك إياه. تمام، هذه أول نبضة مختصرة أعطيك. يعني أنا ناشط مدني من 2011 مع جلال الشحماني. زين، أعطيك مختصر. زين، صار أكو بيان التيار الصدري، بيان للتيار الصدري اعتداء على صورة السيد الشهيد محمد صادق الصدر في ساحة التحرير. زين، من قبل المتظاهرين، يعني الناس مندسين، يعني ما نقول المتظاهرين الوطنيين الشرفاء تابعين للأحزاب، اساءوا إلى سمعة السيد الشهيد الثاني صورة بالتحرير. بعدها تم تكليف سيد مقتدى الصدر سحب الصورة من ساحة التحرير، والثوار ساحة التحرير طلعوا ببيان استنكار قالوا هذولا لا يمثلون الثوار ولا هذولا تابعين للأحزاب. زين، بس لا عباس ولا ريم ولا صلاح، يعني ولا واحد كان منهم اعتدى على صورة الصدر. لا 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 لا، ولا واحد على مواضيع أخرى. لا لا، ولا ريم اعتدت على صورة السيد، ولا ناس نعرفهم تابعين مدتين إلا الأحزاب. زين، والعصابات اللي كريستال والمسدسات واللي هم خربوا سمعة الثورة وساووا الثورة اللي ساحة التحرير. زين، الناس طلعت عفوية بدايته،
بس هذول هم اللي مرضوا وراحت هاي الشهداء اللي راحت حرامات 80 شهيد واكثر ما يعني منو هذول ابو عراق اذا تعرفوهم ليش ما تجي القوات الامنيه تعتقلهم وتخلي المظاهرات يعني نظيفه؟ كانت ما موجوده القوات الامنيه، صار تكليف من طرف الشيوخ الناس الوطنيين ابو وطن الزرجاوي اسعد الساعدي هو يعني الشيخ هو يعني ناس حجي حيدر يعني ناس وطنيين معروفين زين يعني على الحقاقي يعني هو موجودين. فتم تكليف انا شخصيا اصير مسؤول لجنه امن ساحه التحرير واسلم هاي العصابات اللي كريستال المسدسات ولا الرمان حجي صارت في الخيم من خيم وخيمة يتعرفون شغل الرمان هذا موثق يعني انا عندي دليل هسه اذا تريد اجيبلك الصور عندي الدليل ونسلم للقوات عندنا دليل هذا عنده رمان وعنده كريستال زين يعني زين زين جاوبني على عباس الطائي ابو عراق جاوبني على ريم جاوبني على صلاح كلهم جابوا اسماءك وقالوا هددنا تمام 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 عباس الطائي عباس الطائي عندهم رقم 9 جماعه احمد الحلو ابو النجف رقم 9 صارت القطعه مالته ويا من ويا البيان مال السيد اللي بالتحرير ويا الثوار هذا البيان احترق يعني بالقطعه رقم 9 قال هذا البيان هذا جيتكم المقطع والمقطع انتم لازم تعرضه امام الشاشه حتى يعرف العالم يعرف المحادثات مال عباس زين عباس صورته والمحادثات مالته استدراجا وصوت السيد احمد الحلو اي اي يعني شنو يعني شنو استدراجه حتى شو يسوي؟ لا يتفلش رقم 9 يقول له هذا سببها ابو عراق ابو عراق صور اللي هذه اني هسه سويت قبل اني قنوات موجوده تحت التحرير اني قلت لك روح رقم 9 فريق رقم 9 تصور ويا البيان مال التيار قال هذا باعتبار الفرق راح تنحسب الى التيار صدري زين هذا مو صحيح قلت هذا مو مسؤوليتي اني ما قلت هو جماعه الفرق يروح يصور وياهم زين يعني صور ولا ما صور يعني انت شفتها مو صحيحه ولذلك اختطفته لا 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 حجي لا 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 عاد حجي هو تجاوز علي تجاوز علي مقطع تجاوز علي هذه انا ما اعرفه عباس شكليا ولا هذه جابر محمود محمود لا بالامنيه ولا هاي انا مسؤول امنيه ايه لا بالامنيه ولا انا تابع الدوله ولا هذه رجال متظاهر حاله حال المتظاهرين زين تمام من جابه محمود احصل علي ابو عراق ابو عراق انا ما درت اهميه قلت له شو تريد محمود قال هذا اللي ناشر عليه قلت له تعال عمي عباس الطاي عم عندي شيوخ انت تجاوزت وانت هذه انا بامكاني اقيم عليك قانونيا وعشائريا تمام بعد هم روح انشر علي فتجاوزت على سيد احمد الحلو فخابرته قلت له عمي صار عندي كلام سوء كلام وتجاوزت عليك يا سيد احمد انت ابن عمي سيد احمد الحلو عندك شيوخ قال لا والله ابو عراق ما عندي شيوخ تفاجئت قلت له روح عمي منها خمس دقائق ما اريدك انا تبقى انا شفيت الشر لان هو تجاوز علي وانا مش لعد منو شاله منو شاله كل اهلي بيجات منو شاله ها منو اختطفه ما مسؤول انا مش اقول لك استاذ انا هسه مسؤول امنيه يعني اللي يطلع بالتحرير بالطيران ولا بالسعدون ولا بالمدينه ولا لا لا انخطف 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 من يمك من يمك انت مو مسؤول اللجنه الامنيه مو صحيح هذا انت مو مسؤول اللجنه الامنيه لا حجي لا هذا الكلام مو صحيح لا انخطف من يمنا وارض ضباط موجودين هو يقول احمل الاجهزه الامنيه خلينا نسمع رده خليك ويانا ابو عراق ابو عراق لو سمحت خليك ويانا خليك ويانا انا ما راح اقطعك خليك ويانا هسه ارجع لك عباس هذا ابو عراق قدامك يقول انا ما لي علاقه لا انا خطفته ولا انا حرضت على اختطافه وانا ما لي علاقه به هو تجاوز علي ورغم انه تجاوز علي انا عفته اولا استاذي انا ما متجاوز عليه هاي وحده اثنين بالنسبه لهذا مال التحقيق هذا ترى طريق 9 او غيره هاي تحقيق المظاهرات مجرد تحقيق فهذا الموضوع اصلا حجه فانا اتساءل ليش قلت لي لك 10 دقائق وتطلع انا دائما اجي ساحه التحرير فمن اجي ساحه التحرير اسئله انا اريد اجاوبني عليها السؤال يعني انا دائما اطب واطلع من ساحه التحرير ما تعرضت محاولة خطف ليش انت بهذا اليوم قلت 10 دقائق وغادر لك محمود ظل يراقبني زين من طلعت وطلت تحت الطيران جو شالوني سيارات اثنين زين هاي وحده اثنين انت يا عصام ابو عراق هذا سؤال اذا انت كنت متظاهر ليش القوات الامنيه دائما تقمع المتظاهرين
تقمعنا احنا وانت ما تقمعت. منهم نصبك انت ابو لجنه امنيه، هاي الاصابه اللجنه الامنيه، انت جيت بشهر 11 حمايه التيار الصدري المطعم التركي وعندنا يقول انا انتخبوني يقول انا انتخبوني شوف شوف استاذ استاذ حبيبي يقول انتخبوني انتخاب ولا ما اسمح له، اولا ما يسمح له انا